الشيعة أكثر في إيران. ليش؟ لأنه عمر الخطاب كسر خشومهم وأذلهم، يعني إمبراطورية عظيمة مثل الفرس يجون مثل ما نقول عرب أجلاف على البعران يفلشوها، وبعدين يقتلون الأشراف ويأخذون نساءهم بالآلاف يجيبوها الأمر يوزعها بنات الأشراف والنبلاء، يوزع على دول الهمج ويتونسون بيهن. هذه بناك تبقى يعني سنة سنتين تروح ما تروح، مئات السنين ظل كراهية باقية. ولهذا أعدى الشيعة إيران مو أبو بكر ولا خالد وليد، عمر، دائما عمر يلعن عمر. ليش؟ ورتبوا عليه شنو؟ أنه كسر ضلع الزهرة حتى يعطوه في طابع ديني، ولا كسر ضلع الزهرة ولا واقعا. فالعجم حقهم مو سهلة إمبراطورية كاملة يفلشها. اسكندر ما فعل هيك، اسكندر احتل ايران كلها ولا عدة اشهر انسحب وخلاهم على دينهم. دول العرب ايش سووا بهم؟